السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تعديل سلم رواتب طموحات الموظفين تضرب بحمى التأجيل. تعديل سلم رواتب الموظفين الملف الأكثر رواجاً خلال الأيام الماضية، حيث شهدت عدد من المحافظات العراقية تظاهرات حاشدة لعدد كبير من شرائح الموظفين الحكوميين المطالبين برواتب تكفي لسد حاجياتهم وضمان العيش الكريم لهم، وأثار مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي الذي يعدل بدوره سلم رواتب الموظفين حالة من الجدل الواسع في ظل تزايد الفوارق الكبيرة بين المخصصات المالية الوزارات المختلفة وأهمية تحديد حد أدنى للرواتب، إلا أن قانون الجديد لاقى خلافات واسعة بين القوى السياسية التي تشكل العمود الفقري للحكومة والبرلمان، مما أدى إلى سحب القانون وربما تأجيله إلى السنة المالية المقبلة 2024. وفي هذا الشأن استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي صعوبة إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة، خاصة بعد أن تم إقرار الموازنة. وقال المطلبي إن الحكومة بالوقت الحالي لا تستطيع إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة، خاصة بعد أن تم إقرار الموازنة الثلاثية، لافتا إلى أنه بالإمكان التحضير له وعرضه في مناقشات موازنة عام 2024. أضاف أن إعادة المطالبات بإقرار سلم رواتب جديد لموظفي الدولة لم يعد يجدي، خاصة بعد أن تم إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية، وأشار إلى أن الحكومة يمكن لها في حالة واحدة هي إعادة النظر بعدالة الرواتب بين الوزارات بشكل مؤقت لحين إقرار السلم، شرط أن لا تكون فيها جنبة مالية خارج الموازنة. ولفت إلى أن الحكومة بإمكانها التحضير وإعداد سلم الرواتب لغرض عرضه في مناقشات موازنة عام 2024 المقبلة. بدوره استبعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي إعادة طرح موضوع سلم الرواتب خلال المستقبل القريب بعد إثارته بشكل كبير قبيل إقرار موازنة 2023، وقال أن سلم الرواتب لا يزال في أروقة الحكومة وهناك لجنة مركزية هي المعنية بإعداد بنوده وتفاصيله الدقيقة، لافتا إلى أن طرح الموضوع في الأمد القريب أمر مستبعد لأنه يحتاج إلى نقاط مهمة متعددة أبرزها رسم خارطة الطريق تسهم في تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف لملايين من الموظفين يعانون منذ سنوات طويلة في تفاوت كبير بالرواتب والمستحقات المالية بين وزارة ومؤسسة. وأضاف أن اللجنة المالية تدعم إقرار سلم رواتب لجميع موظفي الدولة العراقية لتكون الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة هي المعيار الرئيسي لتحديد الرواتب وليس شيء آخر، مؤكدا أن قرار تحديد موعده لطرح الملف مرتبط بالحكومة بشكل مباشر. أشار عضو اللجنة المالية إلى أن سلم الرواتب سيعالج أخطاء كبيرة برزت بعد عام 2003 من ناحية الرواتب، وسيضمن حصر ملف الانتقال بين الوزارات بسبب التفاوت في الاستحقاقات المالية. وكان سلم الرواتب طرح قبل بدء مناقشة موازنة 2023، لكن سرعان ما بقي في أدراج الحكومة لأسباب عدة أبرزها أنه يحتاج إلى وفرة مالية وخارطة طريق لتطبيقه بشكل عملي. إطلاق الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي إطلاق الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وذكر الأسدي في مؤتمر صحفي أنه تم اليوم إطلاق الوجبة الرابعة من المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بواقع 65,186 من الذين تقدموا للشمول بالحماية الاجتماعية، سواء كان ذلك عبر النافذة الإلكترونية أو الشمول الورقي، مبينا أن الأسماء ستعلن عبر موقع الوزارة، وبإمكان المشمولين الجدد مراجعة الأقسام حسب الجداول المعلنة. وأضاف الأسدي أن الوزارة أطلقت سابقا ثلاث وجبات من المشمولين بالحماية الاجتماعية خلال شهري حزيران وتموز، مشيرا إلى أن الوجبة الأولى من المشمولين أطلقت في بداية شهر حزيران شملت نحو 118,000، أما الوجبة الثانية كانت في أواخر حزيران وشملت 85,000، كما الوجبة الثالثة أطلقت في بداية شهر تموز وشملت نحو 64,000. ولفت أننا سنستمر كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بإصدار وجبة جديدة من المشمولين بالحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم شمول نحو 616,660 فرد من المتقدمين للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية منذ تسنمنا مهام الوزارة ولغاية الآن، بعد إطلاق أربع وجبات فيما جرى تحديث بيانات البطاقة التموينية لنحو 6 ملايين أسرة لغرض تسليمهم الحصة التموينية المضاعفة. أكد افتتحنا 40 لجنة فرعية إضافية خاصة بالحماية الاجتماعية منذ الأسبوع الماضي في محافظات بغداد ونينوى وبابل للتخفيف للزخم المراجعات في هذه المحافظات.
المحافظات، لافتا إلى أن الاستمرار بفتح اللجان الفرعية في جميع المحافظات الأخرى لتخفيف الضغط على أقسام الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء على المواطنين. وزارة المالية تنفي إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين. نفت وزارة المالية الادعاءات التي يروج لها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي إيقاف عمليات صرف رواتب الموظفين من قبلها. وأكدت الوزارة في بيان إجراءات المنصة الإلكترونية الخاصة بالرواتب في المصارف هي المسؤولة عليها، ولم تتبنى وزيرة المالية أي توجيه من شأنه التسبب بتأخير صرف الرواتب والذي تتحمله الشركة تبعاته قانونيا. وعبرت الوزارة خلال البيان عن حرصها الشديد لضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع، مؤكدة عدم ادخارها جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حد سواء. دعت وسائل الإعلام كافة والرأي العام إلى عدم اعتماد الأقاويل والتصريحات غير المسؤولة والرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها.